السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي مشتركي قناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. اليوم مثل ما وعدتكم ومثل ما وعدت الجروبات بالواتساب أصدقاء الغالين بأنه تكون حلقة إنه مقام وحلقة تكون عن الإيقاع إن شاء الله، وشنو الإيقاع وكيف تميز الإيقاع. اليوم إحنا حلقتنا إنه المقامات، والمقامات مثل ما تعرفون موجودة، هي تكون ذو طبقات متوسطة وعالية ومتوسطة. ما هي المقامات المتوسطة وما هي المقامات اللي تكون ذو مقامات كبيرة وصغيرة، يعني مثل النهاوند ومثل العجم. يعني العجم الكبير النهاوند هو اللي هو يعتبر الماينر أو السلم الصغير للعجم. لذلك احنا راح نبدي بالمقامات اللي هي يعتبروها بالوطن العربي. اليوم حلقتنا طبعا عن المقامات والأفرع مالتها، المقامات والأفرع مالتها، بحيث بدون عزف هذا الفيديو يكون بدون عزف، فقط معلومات. المقامات هي مجموعة من أهم الأنغام اللي تتداول بالوطن العربي، واللي هي كثير من الأغاني اللي تتداولها. وطبعا هو من خلال الأغاني مجموعة تقريبا 37 مقام رئيسي وفرعي، لكن طوروها بعدين واكتشفوا مقامات أكثر، وأيضا وصل عددها تقريبا إلى 90 مقام فرعي. وفي العراق خاصة في المقام العراقي وصل إلى 250 مقام فرعي من المقامات، متفرع من المقامات الرئيسية. إذن نرجع إحنا إلى مقاماتنا اللي هو راح تشوفون الجدول أمامكم. هذا الجدول أمامكم هو يتناول المقامات الكبيرة والصغيرة. راح يتناول مثل أمامكم العجم اللي هو يتفرع من عنده مقام شوق أفزة، ومن ثم مقام الجهرقاء، وأضيف إلى مقام العجم العشيران أضيفين عندي. نذهب إلى النهاوند، فراح نجد إنه الأفرع مالته اللي هي الطرز الجديد والنوى وشوق إنجيز، والبعض إنه يقولون إنه فرح فزة. لكن من تجي إلى فرح فزة، فرح فزة هو يعتبر كمقام بوحدة، وأنا حبيت أنه أصحح هذا الموضوع، لكن روحيته بالضبط نفس النهاوند. ننتقل للكرد، فروعه هي أيضا طرز النوين والكرد والرست والكردين، اللي هو مقام اللامي المحلي بالعراق المشهور واللي ابتكروه في العراق، ومن ثم الكردين والبيات وشوق طرب. وننتقل إلى مقام الحجاز اللي هو حجاز عجمي وحجاز كار ونقريز وبسنديدة ونواثر. هذه اللي تشوفوها أمامكم بالورقة. والآن إحنا راح إذا قلبنا الورقة راح نلاحظ الجدول الثاني اللي هو يضم انه المقامات المتوسطة. وانا راح اقول لكم انه الفرق بين المقامات المتوسطة والمقامات اللي هي تعتبر كبيرة، هذه تعتمد على قوة العزف بالدرجة الثالثة. هاي امور علمية اشرح لكم اياها فيما بعد. لكن المقامات المتوسطة اللي هي متكونة من الرست والافرع مالتها امامكم بالورقة، اللي هي الرست الرهوي وستوز سوز دولار وسوزناك والنيروز والدليشين. أما أفرع البيات فهي الحسيني وشوري، أو ما يسمى ببيات شوري إذا سامعين، والبياتين الصبا بصبا زمزم، وأيضا مقام المخالف العراقي المبتكر، وهو مقامات الصعبة. وعندنا فروع كثيرة بالعراق اللي يسموه جبير الكون، وكثير من الأفرع أشرح لكم إياها. أما المقام الثامن فهو سيقا، فالأفرع مالته أوشار والهزام والعراق وبستنغار أو بستنغار.
هاي كثير من المقامات جتي من تركيا وجتي من بلاد فارس ومن العراق ومن دول عربية وهكذا. وبالنسبة لتحليلاته للمقامات راح نحلل وراح نعطي مثال أغنية أغنية لكل مقام، وبالنسبة لي راح أعطيكم لكل أغنية ولكل مقام أعطيكم مثل، وحتى يكون لكم حتى تتعرفون أكثر أنه كيف تعرفون المقام من أول بداية، كيف تعرف المقام من أول بداية. راح أعطيكم المعلومة والسر بهذا الموضوع. فمثلا مقام العجم راح يكون عندكم للدرس القادم، الفيديو القادم اللي هو دلالة على ما نسب لغير العرب في اللغة العربية اللي هو مقام عجم. عجم مقام أساس ينتظم في جميع منفصل قائم على جنس العجم بشكل متمثل في الصعود والهبوط، وموجودة أجناس أمامكم اللي هو عجم عجم عجم. فتطبق أبعاده في أوروبا يسمى بالميجر، وبالعرب يسمى عجم، مثل النهاوند. النهاوند في العرب يسمى نهاوند، بينما في دول أوروبا يسمى الماينر. هذا مقام العجم اللي تلاحظوه أو لاحظتوه أو راح تلاحظوه في الفيديو القادم، واللي أتمنى أنه تشتركون بقناتي وتضغطون زر الإعجاب حتى يوصلكم، لأنه راح نبدي بتفاصيل جدا سهلة حتى تعرف كيف هذا مقام عجم، هذا مقام بياض، كيف تفرق به، وبالتالي راح تتناوب عليك المقامات. تحياتي لكم وشكرا لكم. هذا الفيديو اللي كان خاص بمعرفة المقامات. شكرا لكم. زياد هادي، السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.